قصة وما فيها انه السيسي خايف من الغرب من حكاية تعديل الدستور وخايف شكله يبقى وحش جدا. فالحقيقة بعض الخبساء من مريدين صالح ابو حديد بيحاولوا يعملوا مخرج كده للقصة دي، ازاي نغير الدستور من غير ما نغير الدستور، زي كان في فزورة زمان يقول لك يعد البحر ولا يتبلش، صح، العجل ببطن امه، اي كلام بقى. فاحنا دخلنا في الهبل ده بقى، فاستفتاء كده ايه على الناشف عشان ما حدش يتضايق مننا يعني. اهو الاستفتاء التمهيدي احدث افكار نظام السيسي لتفعيل خطه التعديلات الدستوريه. كشفت مصادر حكوميه ان في مقترح جديد يهدف لتمرير التعديلات في اجواء اكثر هدوءا وتدريجيا. ايه بقى؟ احنا نعمل تعديل دستوري مبكر على الماده 226 في الدستور اللي هي الخاصه باجراء التعديل، والتي تحظر فقراتها الخمسه المساس بالمادة الخاصة بمنع إعادة انتخاب الرئيس. كما تم تعديل فترة الولاية ومسألة من حصان الدستور بحيث يصبح الولاية 6، يعني إيه؟ أنا فاهمك أنا. ويقترح أصحاب هذا المشروع أن يقتصر الاستفتاء على تعديل المادة الأولى. بص يا سيدي، المادة 226 في الدستور، خليك واقف عليه. يا راجل خليك واقف. بص يا سيدي، عشان بس أقصرها لك على رأي الواد، أبسطها لك. المادة 226 في الدستور فيها شوية مواد كده، منهم المادة الخامسة اللي بتقول انه يحظر المساس بإعادة انتخاب، منع إعادة انتخاب رئيس الجمهورية أكثر من مرة. فقام طلع واحد من الأبلسة قال لك احنا ما نعملش تعديل دستور ولا حاجة، احنا نعمل حاجة تانية. ايه رأيك ان احنا نعمل استفتاء على إلغاء المادة دي بس؟ يعني الاستفتاء مش هتعمل على ان الرئيس يبقى مدى الحياة والحاجة، لا لا خالص، الاستفتاء على مادة واحدة بس اللي هي ان الرئيس لا ينتخب لمرة تانية. احنا نعدل، نقول استفتاء على هل تقبل تعدل المادة دي ولا لا. فطبعا هيطلع نعم. فبعد ما يتعمل استفتاء على الغاء المادة دي تحديدا، دي المادة الخامسة، خلاص بقى الدستور ده هيبقى ايه؟ زي السينما ميامي كده، اللي يقطع التذكرة يخش. خلصت يا معلم، هيبقى الدستور ده بالاجرة، ميكروباص يا معلم، ابو نفر اللي معاه المشروع اللي معاه يخش اهو. بص اهو، يتمثل في اجراء تعديل دستوري على الماده 226 في الماده 226 بتتكلم على ايه؟ الماده الخامسه بمنع اعاده انتخاب رئيس الجمهوريه اكثر من مره. احنا بقى ايه نقول؟ هل توافق على تعديل هذه الماده ولا لا؟ بس. فانت ايه مش هتوافق؟ يعني بص، يعني يحظر اعاده انتخاب الرئيس لاكثر من مدتين، دي المادة بتقول كده. احنا مش هنعمل كده خالص، احنا نعمل ايه؟ نقول لك هل توافق على تعديل المادة خمسة من المادة 226 في الدستور ولا لا؟ بس احنا جينا عند الرئيس كده؟ ما جيناش. العجل في بطن امه، احنا مسيناها ميه ولا اي حاجة. فانت بقى لما توافق، وطبعا انت مش هتروح اصلا، فيبقى الدستور مفتوح على البهلي. يبقى السؤال، حلو، ده يتعمل امتى؟ بعد ايه؟ لا، بيقول لي بعد 25 يناير. فكر معايا، امتى نلعب ونعمل الشغل؟ يعني مش في مثل بيقول طف النور يا ساعة الاتنين بيحبوا بعض؟ مش مثل، ده اغنية. طف النور، امتى تطف النور؟ امتى النور يطفى؟ في بطولة الأمم الأفريقية. بطولة الأفريقية إمتى؟ 7 يونيو. أثناء ما أنت بقى قاعد في الكافيه في المهندسين أو في الإسكندرية أو في مرسى مطروح، وقاعد مستني ماتش مصر والساحل العاج، وقاعد متضايق، يطلع لك واحد على التلفزيون يقول لك لازم نغير المادة والحاجات دي، فأنت يا عم أنت فين وإحنا فين؟ إحنا عايزين نعدي الدور الثمانية. حكم رضا عبد العال قال إن إحنا مش هنعدي الدور الثمانية بالمستوى اللي إحنا فيه ده. فاحنا الماتش ده يحدد هنعدي دور الثمانية ولا لا. يكون المادة اتعدلت واتطبخت واتسوت واتاكلت، وبعدين انت مستني ضربات الجزاء اللي هتعديك دور الثمانية. طف النور يا بهية، كل العسكر حرامية. ده احمد فؤاد نجم، محمد منير، حمدي رؤوف. يعني هي قصة محتاجة وقت، محتاجة لحظة ساعة الصفر. كان بيقول المشير الجمصي رحمة الله عليه، ليه اخترنا الساعة 2 الظهر؟ كان بيقول اخترنا الساعة 2 الظهر
لان حسبنا حسبه كده ان الشمس هتفضل اكتر وقت ناحيه يعني طالعه من الشرق الساعه 2 الظهر تبقى كده، العدو الاسرائيلي هيبقى كده، هيبقى الشمس في وشه لحد الساعه 5 المغرب. ودي فرصه هنا كويس. انا سمعت لقاء تلفزيوني انا شفته مشير جامس كان بيقول كده. ساعه الصفر دي ساعه الحرب، فانت تمام انت هتعدل اللي انت عايز تعدله، بس التوقيت امتى؟ 7 يونيو كاس الامم الافريقيه، هتبقى مصر كلها من اسكندريه لمرسى مطروح، قصدي من مرسى مطروح لاسوان مشغوله عن بكره ابيها في مليطه اسمها ام بطوله الامم الافريقيه. في الوقت ده اعمل اللي انت عايزه. طيب انا ما عنديش مشاكل من ده خالص، بس السؤال بقى هتكلف كام اي استفتاء، سواء استفتاء على تعديل الدستور كله او استفتاء على تعديل الماده، اي استفتاء، اي استفتاء هتعمله. الاستفتاء محتاج ايه؟ محتاج لجان يعني اجازات المدارس والحاجات دي، محتاج طباعه حاجات، طباعه ورق، محتاج موظفين يقعدوا عليه ويشرفوا، محتاج قضاء. فانت شوف بقى العمليه الانتخابيه ده فوق ده كله، محتاج شرطه تحرس بره تامن العمليه الانتخابيه. يعني بص بيتكلف ايه من اول ما يصمموا الورقه اللي هي بتاعه توافق او لا، دي ده رقم مالي يطبعوا ملايين الورق. احنا عندنا 25 مليون ناخب، فانت تطبع 55 مليون، هتطبع 55 مليون ورقه، ما يجوش 3 4 مليون هيجوا يعني مش مشكله، بس انت تطبع كام؟ 55 مليون. ده رقم. وبعدين حبر سري، وبعدين موظفين يقعدوا، وبعدين لجان يعني مدارس، وبعدين قضاء، وبعدين شرطه بقفه بره. الليله دي بقى تتكلف كام؟ ما تسمعش مني، اوعى تصدقني، ناخدها من عندهم. الليله دي تكلف تامر الشهاوي عضو لجنه الدفاع والامن القومي بالبرلمان. السيسي هيرفض اي تعديل او اجراء دستوري خاص بالماده المتعلقه بفتره، مش مهم مش مهم مش مهم. تعديل الدستور الان سيكلف الدوله 4 مليار جنيه. 4 مليار. بص بقى اي استفتاء هتعمله هيكلفك 4 مليار. اي استفتاء ان شاء الله تقول ايه رايكم نبطل بطاطس، هيكلفك 4 مليار. لو عملت اي استفتاء على اي حاجه هيكلفك 4 مليار جنيه. 4 مليار. 4 مليار جنيه في عز ما التعليم واقع، المستشفيات واقعه، الطرق نيله. هيكلف الدوله 4 مليار عشان يعدل الماده عشان يقعد مدى الحياه.